هل ما زال الدوري في الملعب يا كريم؟ اه طبعا هنتكلم على يعني نادي الزمالك متفوق بفارق نقطتين وباقي 4 مباريات ب 12 نقطة، فطبعا شايفين في فجوة يعني كبيرة. نادي الزمالك عشان محتاج يكسب الدوري لازم يكسب 4 مباريات كلهم، وبالتالي كمان النادي الأهلي يعني ما يسبقوش أو ما يجيبش، حتى نادي الزمالك ما يستناش أي سقوط منه عشان النادي الاهلي ما يستغلوش. وبالتالي وكمان تاني برجع التسعينات، لان فتره التسعينات كانت اسلام لحد ما كان المنافسه ما بين الاهلي والزمالك في ال6 مواسم الاولى من التسعينات كانت قويه، كنا في كل موسم غير الالفينات طبعا، يعني اللي شاف الكوره من الالفينات مانو جوزيه لحد ما قضى شويه على المنافسه، ما كانش في منافسه شديده في الدوري، الدوري كان بيبقى محسوم، وده حتى ممكن ربما اللي مزعل الناس دلوقتي. لكن في التسعينات بنتكلم في موسم 95 96 نادي الزمالك اللي هو في مباراه الناس بتتفرج عليها، مباراه النادي الاهلي جمهوريه شبين، هدف رضا عبد العالي الشهير، الفرق كان 6 نقاط وكان باقي اعتقد حوالي 8 اسابيع يعني الموضوع، وكان ساعتها كان كمان اعتقد المباراه كانت بنقطتين مش بثلاثه. موسم اللي وراه نادي الزمالك وصل الفرق مع النادي الاهلي 13 بوينت 13 بوينت، ده كانت فجوه كبيره جدا. نادي الزمالك الدور الثاني وقع في كم هزائم متتاليه مع الكروم والقناه لغايه بعد كده النادي الاهلي كسب الدوري. حتى نادي الزمالك نفسه لما خد الدوري من النادي الاهلي في اللي هو الموسم 2002 2003 كان في اخر اسبوع، فالناس تعرف النادي الاهلي دايما بيلعب لاخر نفس. مهم جدا جدا كمان الناس تفهم، وكمان الناس الشباب الصغير السن، منظومه النادي الاهلي ما بتسيبش المنديل غير لما فعلا ببقى عملت كل يوم 27 اغسطس 11 بالظبط، عملت الجهد بتاعي كله وبفضل اصحح في نفسي واشوف انا عملت ايه خطا واصححه. وحتى لو تاني هو بكرر فيها، لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لنا احنا بنشتغل للسنه الجايه والسنه اللي بعديها، وعندنا لسه عندنا احنا عندنا كاس عالم الانديه اعتقد طموحنا فيه ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله ان احنا نلعب على طبعا يعني عندنا طموحات بالظبط. يعني دايما لازم الناس تفكر ما بنبصش كاس العالم عشان نعم؟ الناس باير فاكر باير فاكر باير فاكر نقاط الضعف بتاعت باير، ان لما قلت ان نقاط الضعف باير قال لك يا عم اسلام فان شاء الله يعني تاني ان شاء الله باذن واحد احد باذن واحد احد لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لنا الدوري ده هنشوفه بعيدا عن اي فنيات او عن طيب. اي تحليل أي كويس فتحت لي مجال لحاجه تانية. هل في الوقت ده لو ربنا كرمنا ان شاء الله وخدنا الدوري هل سنتغاضى عن اخطائنا كمجلس اداره؟ لا بالتاكيد مجلس اداره هيفكر او اداره الكوره يعني اداره الكوره هل ستتغاضى عن بعض الاخطاء ولا احنا دايما عندنا اسلوب مختلف؟ لا اعتقد ان الاداره عندنا يعني بتفكيرها على طول دايما ان هي عايزه تدعم برضو بالفرقه، بتشوف ايه المراكز اللي ناقصه في الفرقه وبتحاول ان هي تدعمها عشان الفرقه تبقى اقوى. ده دايما تفكير النادي الاهلي، دايما عايز يبقى اكثر شراسه اكثر قوه، لان انت برضو انت مستواك لكن باقي الفرق الافريقيه بتدعم، ترجي جاب مدرب جديد ودعم بصفقات، الوداد دعم، اكيد بتقابل منافسين كتير، فانت برضو لازم تشوف النواقص اللي عندك بالمراكز الفنيه اللي عندك وبتدعمها. ولكن انا يعني في الفتره الحاليه دي اللي بطلبه من جميع الاهلاويه ان احنا ناجل النقد في الفتره الحاليه، اي حد عنده اي نقد لاي حاجه ناجل يا جماعه اسبوعين بس. الفتره دي محتاجه ايه مننا؟ محتاجه شويه دعم بس، مسانده ودعم بس. ليه؟ لان انت 4 ماتشات يا جماعه، 4 ماتشات نكسبهم ونعمل اللي علينا، واحنا دايما الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل. يعني احنا لو شفنا مثلا موسم 2008 2009 احنا كنا قاعدين لغايه الدقيقه 93 الاهلي وطلائع الجيش، لغايه الدقيقه 93 كنا خلاص مش واخدين الدوري، احمد فتحي جه جاب جون 2-1 وبعدين كسبنا 3-1 ووصلنا المباراه فاصله. ده في 2008 2009 الحاجات اللي انا يعني عشرتها في الالفيه الحديثه 2010 2011 لما كنا متاخرين الدور الاول ب6 نقاط ومانويل جوزيه جه ورجع وفي الاخر افتكر انا ايام لا احنا ايامنا ايام الجيل اللي ما انا كنت لا 2008 2009 2010 2011 عمرنا ما وصلنا، انت كنت بتحسبهم من بدري ها هم جيلهم كانوا بيحسبوا الدوري من بدري 94 94 المنافسه كانت ثلاثيه لغايه الاسابيع الاخيره، بعد كده الزمالك خرج وكان في مباراه ما بين الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه تعادلوا 1-1 والنادي الاهلي كسب الترسانه 2-0 ولعبنا ماتش فيصل مع النادي الاسماعيلي في اسكندريه اللي هو الهاتريك بتاع كابتن محمد رمضان وجون كابتن ايمن شوقي. ده كان دوري عصيب، وكان ايه يا كابتن اسلام كمان كان دوري جاي بعد الصدمه بتاعتنا في موسم 91 92 كان موسم فعلا صادم، ماتش الفيصل كان في المحله فعلا، ده كان واحد من المواسم اللي الواحد زعل فيها جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي الموسم ده ربما اكون زعلت فيه اكتر من الموسم بتاع انبي
كان موسم صعب جدا، والنادي الاهلي عمل دور تاني ممتاز، لكن ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش.